السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأستاذ لايف، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتطرق فيه إلى البلاغ الإخباري الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية اليوم أربعاء 4 نوفمبر 2020، والذي يهم فتح باب الترشيحات لاجتياز امتحانات البكالوريا الأحرار برسم دورة 2020. إذا انطلق تسجيل لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم مترشحين الأحرار برسم دورة 2020. كما تلاحظون هذا هو البلاغ الخاص بوزارة التربية الوطنية. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى آخره أن إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 قد انطلقت يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020 حصرا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة www.mim.gov.ma، وستستمر إلى غاية اليوم الجمعة 4 جانفير 2020، تقريبا شهر كامل كآخر أجل للترشيح لإيداع الترشيحات من خلال الموقع. ويجب التذكير أن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021 برسم مترشح حر يخضع للشروط التالية: إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة للغير الحاصلين على البكالوريا في الدورات السابقة. يعني خص ضروري هذا التلميذ، هذا المترشح، يكون يعني أنهى الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين، خص يكون أنهى، يعني ما تكونش يعني قل من سنتين في بداية سنة الترشيح. الترشح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا، لا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من الدورات السنة الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح. عقاب ديال سنتين بالنسبة اللي ما كيحضروش كيترشحوا لامتحانات البكالوريا وكيغيبوا بدون مبرر، كيتلغاو سنتين. إذن مجموعة من الشروط التي يمكنك يعني قراءتها طبيعة الحال، سأضع لكم رابط هذا يعني البلاغ في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. هنا إذا ملف الترشيح الورقي، يعني ذاك الملف الأبيض إلى آخره، تابع لمحل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 6 دجنبير، يعني زادوا واحد اليومين هنا 6 دجنبير. إذا كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. إذا استفدت من هذا الشرح لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالزر لايك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهاتنا، كما لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.